كل عام وأنتم بخير مشاهدينا الأعزاء، وأهلا وسهلا بكم من جديد، ونرحب بكل من انضم لمتابعتنا في حلقة هذه الليلة برنامجكم من عمان في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك. نسأل الله سبحانه وتعالى لكم السعادة الدائمة والفرحة المستمرة بمشيئة الله تعالى رغم جائحة كورونا، لكن السعادة تكمن في هذه التفاصيل البسيطة الجميلة الموجودة في كل بيت وفي دواخلنا التي نعيشها مع أسرتنا الصغيرة وأيضا مع أهلنا وعائلتنا الكبيرة وأصدقائنا من خلال التواصل معهم بمختلف وسائل التواصل الحديثة، بعيدا عن الاتصال الجسدي وبعيدا طبعا عن كثرة التجمعات. والله يحفظ الجميع بإذن الله تعالى. نتواصل معكم في من عمان طبعا من الفئات التي ربما مطالبة كثيرا بالبقاء في المنزل، عدم الخروج للأماكن العامة، عدم دخول المجمعات التجارية، عدم الذهاب للتسوق، هم الأطفال. الأطفال مطالبين بالبقاء في المنزل بصورة أكبر في ظل جائحة كورونا كوفيد-19 حفاظا على أنفسهم وحفاظا على غيرهم. أيضا نتعرف على هذا الجانب من خلال ضيفتنا عبر هذا الاتصال المرئي الدكتورة منى بنت سعيد الشكيرية، استشارية طب نفسي أطفال ومراهقين بمستشفى المسرة. الدكتورة منى كل عام وأنت بخير. كل عام وانت بخير، كل عام وكل شخص موجود على بلادنا الحبيبة بألف خير بإذن الله. أهلا وسهلا بك دكتورة. وكنا نتحدث عن الأطفال، وعادة العيد مرتبطة كثير بفرحة الأطفال وأيضا كثير من التفاصيل مرتبطة بهم، لكن العيد هذا والعيد الذي قبله أيضا له ظروفه الخاصة في ظل جائحة كورونا، فهل أثر فعلا أثرت جائحة كورونا على فرحة الأطفال وابتسامتهم؟ طبعا العيد شيء يعني حدث استثنائي بالنسبة للأطفال بشكل عام. إذا نتكلم عن يعني هو يحدث مرتين في السنة، بالنسبة للأشخاص الكبار ممكن هو يحدث يعني مثلا إحنا كأشخاص الأولياء الأمور ممكن يكون هذا العيد رقم 50، يمكن يكون العيد رقم 60، لكن بالنسبة للأطفال هذا يمكن عاشر عيد اللي هو يدوب، يعني لو هم 5 سنوات مثلا يكون هذا عاشر عيد بإمكانهم أن هم فعلا يحتفلوا فيه، عشان كذا تكون أهميته تكون عالية بالنسبة للأطفال، من يعني ينتظروه لأنه فيه مثلا عيديات، فيه التجمعات، فيه الحلويات، فيه بهجة، فيه شيء مختلف عن الروتين اللي متعودين عليه بشكل يومي. فعشان كذا العيد بالنسبة للطفل هو حدث استثنائي. موضوع الجائحة وموضوع أن نحن طبعا اختلف حتى طريقة احتفالنا بالعيد بسبب الجائحة، هذا شيء من الأشياء اللي ممكن أنها هي خلينا نقول أنها تسبب ضغط من الضغوطات النفسية على الأطفال. واحد من الأشياء المهمة اللي احنا لازم نركز عليها أنه الصحة النفسية بالنسبة للطفل في هذه المرحلة أو كل مراحل حياته هي يعني ما هي شيء ترف، خلينا نقول هي شيء أساسي مثلها مثل لما نحن نريد أن يكون يعني هو معافى سليم جسديا، هي نفس الفكرة، إحنا محتاجين أنه هو يكون معافى نفسيا. فمهم أنك ولي أمر أني أنا أتفقد الطفل، أتفقد الأطفال اللي حواليني، وهذا التفقد يكون عن طريق توقف، عن طريق التأمل، عن طريق أني أنا أدرس احتياجات هذا الطفل ومشاعره وأحاسيسه، وأقدر أني أنا أحتويه بحيث أنه يقدر يتعامل مع كل هذه الظروف بطريقة مناسبة. طيب دكتورة، نحن يعني فترة العيد وكنت تتحدثي عن هذا الموضوع، تعود الأطفال أنه إحنا نحثهم وناخذهم معانا لبيت الجد وبيت الجدة ليشوف أولاد ربما عمومتهم وأولاد خوالهم وهكذا، وهذه الجمعة وهذا اللقاء كنا فعلا نحن نحثهم عليه، الآن نمنعهم منه ونجعلهم في البيت، أعتقد الموضوع ما سهل دكتورة. أكيد مثل ما قلت قبل شوي أنه هو يعني يشكل ضغط بالنسبة للأطفال، فعشان كذا يعني كولي أمر حلو كثير أنه يعني احنا تكلمنا يعني في بأمانة مثلا لما جينا نتكلم في عيد الفطر كنا نتكلم ونعتقد أنه في بعض يعني الأشياء ممكن تكون مجرد أشياء نظرية، لكن حقيقة أنه مع الوقت كل الأشياء اللي اقترحناها يعني كان في يعني شوف الإنسان هو قادر أنه هو يصنع سعادته بنفسه، هو قادر أنه يبتكر. مثلا على سبيل المثال
بالضبط يتكيف مع الوضع. على سبيل المثال يعني كان في بيوت كثيرة ما تعمل زينة العيد في أيام العيد لأنه يهتموا أكثر بالزيارات، الحين صار الاهتمام في البيت داخل البيت، كيف أنا أقدر أسعد نفسي وأنا موجود داخل البيت. فمثلا موضوع الزينة هذا واحد من الأشياء اللي الأطفال كثير يحبوها ويحبوا أنهم هم يشاركوا فيها. موضوع الحلويات يعني في مثلا مشاركات على وسائل التواصل الاجتماعي، كل الأم أن إحنا يعني خبرت الأطفال أنهم هم يتشاركوا وأنهم هم يعملوا يصنعوا الحلوى. واحد من مثلا من نفس الشيء على وسائل التواصل الاجتماعي أنه طفل صغير هو يعمل الخطبة، خطبة الصلاة يعني صلاة العيد، وهذا واحد من الأشياء الجميلة اللي يمكن لو كان في الظروف العادية يعني لو كانت في الظروف العادية ما كان حدث شيء مشابه. فموضوع أن نحن مثلا أنه تصير صلاة الجماعة لكل الموجودين في البيت، موضوع التواصل، التواصل الحين أصبح بدل ما يكون تواصل جسدي يصير عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي. يعني في ناس كثير أحيانا ما كنا منتبهين لها أنه إيش كثر يعني للطفل أنه هو يتواصل مع مثلا أولاد خاله، أولاد عمه، أصدقائه بشكل عام. لكن في ردود كثيرة تقول أنه فعلا لما يعني لاحظنا الفرق في سعادة الأطفال وأنهم هم يجوا يطلبوا أن نحن نريد نتواصل مع أصدقائنا، نحن نريد نتواصل مع أولاد خالنا، خلينا نتواصل مثلا مع خالنا، عمنا، جدنا، الأشخاص اللي هم ما قادرين أنه يجتمعوا معاهم. حتى مثلا موضوع الوجبات، إحنا كنا متعودين أنه الفطور يكون ما شاء الله البيت مليان، الغداء كذلك، فهذا واحد من الأشياء اللي افتقدوها الأطفال. أصبح موضوع وسائل التواصل الاجتماعي بإمكانه أن الواحد يعمل مثلا غدا جماعي لكن عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، بحيث أنه يفتح يعني يجلس على صفرة الغداء ويفتح مثلا واحد من على الزوم ولا أي نوع من أنواع التطبيقات اللي بإمكان الواحد أنه هو يتواصل مع يعني مع الأشخاص الآخرين. لأنه فعلا هذه من الأشياء اللي يعني خلينا نقول أنها هي تحث ترفع من معنويات الأطفال، تقلل عندهم الشعور بالعزلة والحزن وغيرها. واحد من الأشياء اللي كنا نفتقدها نفس الشيء في الأعياد العادية اللي ما كان فيها كوفيد، موضوع المسابقات والفعاليات اللي تتعمل. الحين صار مثلا كل بيت يحاول أنه هو يعمل موضوع المسابقات والهدايا وغيره، وأهمها العيدية. العيدية الإلكترونية يعني الحين عشان ما نقدر نوصل ممكن أنه عن طريق التحويلات البنكية الواحد يعيد بالضبط لأشخاص أو يستقبل مثلا عيديات حل أولاده. دكتورة هنا بغشير لنقطة أنه فعلا هذا العيد فرصة لتجربة أشياء جديدة ما كنا نعيشها. يعني إذا كنا أول يعني مرتبطين بالتجمعات العائلية بالزيارات بصورة كبيرة، هذه المرة لا، مطالبين بفعاليات داخل المنزل وداخل الأسرة الصغيرة. في كثير أسر ربما يعني قامت بهذا الدور. هل أنت قلقة دكتورة كونك مهتمة بهذا الجانب، مهتمة بصحة الأطفال وسلامتهم أيضا النفسية، أنه في أسر ربما ما استطاعت أن توصل هذا الجو ل يعني بعض الأسر ما استطاعت أن توصل هذا الجو لأطفالها، وبالتالي قد ينعكس على نفسياتهم، ظلوا مثلا أوقات طويلة أمام التلفاز بعيدا عن هذه الأجواء، أجواء العيد؟ واحد من الردود يعني أنا حطيت سؤال مثل كذا، فواحد من الردود أنه إيش عملتوا فيه، يعني ردود لكنها قليلة خلينا نقول. أنه هم أمام الشاشات سواء كان تلفزيون أو حتى الشاشات الذكية وكذا، لكن الأغلب خلينا نقول أنه يعني حقيقة الحمد لله الوعي واصل إلى مرحلة عالية. في ناس كثير يمكن الواحد يفكر فيها في البداية، هل هو أشياء نظرية الناس بس جالسين يتكلموا عنها، هل هي غير قابلة للتطبيق؟ لكن حقيقة الإبداع يعني في كل بيت، كل بيت يحاول أنه هو يعمل خلال الثلاث أيام من أيام العيد من الصباح إلى بالليل يكون في أشياء غير عن اللي متعودين عليها. يمكن في أشياء كثير إحنا كنا معتمدين مثلا على الأشخاص آخرين يساعدونا فيها بسبب اللمات، أن الواحد يكون مشغول أنه هو مثلا ضيوف وغيرها وغيرها. الحين لا، صار كل شيء كل بيت معتمد على نفسه من الألف إلى الياء. نعم. فأنا أعتقد أنه حقيقة يعني أظهرت جانب جميل وأتمنى أنه يستمر، يعني ما هو يكون بس في مرحلة كوفيد وينتهي. يعني خلونا نحن من هنا ناخذها أنها هي فكرة أنه يستمر هذا الشيء، خاصة الأشياء الإيجابية. نعم. طيب دكتورة، في بعض الأسر ربما صارت قلقة من موضوع أنه
أطفالنا صار لهم شهور نحن ما قادرين نوديهم مثلا مجمعات تجارية، ما قادرين نوديهم عند الجد والجدة، عند أهلهم، عند عمومتهم وإخوالهم، صاروا قلقين على حالتهم النفسية وتصرفهم ما بعد جائحة كورونا. هل هذا القلق مبرر؟ للأسف يعني كنت بكون سعيدة لو أقول لك أنه ما مبرر وأنه الناس جالسين يبالغوا، لكن للأسف هو مبرر كثير، لأنه مثل ما قلت في البداية هذا يعتبر ضغط من الضغوطات اللي يمر فيها الطفل. شيء يعني هي الأشخاص الكبار ويعني يشعروا بنوع من أنواع الضغط خلال هذه الفترة، فما بالك الأطفال؟ هم فقدوا يعني فترة طويلة كانوا يقضوها ساعات طويلة في المدرسة، فقدوا موضع المدرسة. صحيح أنه موجود الأونلاين، ما نعرف يعني حتى موضوعنا نحن ما نعرف إلى الآن إيش اللي راح يصير. هذا واحد من الأشياء اللي تخلي الأطفال يعني يزيد هذا الضغط، فإحنا ما عارفين إيش ممكن يحدث. شيء ثاني أنه ما في مجمعات، في ناس كثير كانوا معتمدين على موضوع طلعات المجمعات الحدائق وكل هذه الأشياء. طيب أنا كولي أمر إذا أنا أخاف أنه يعني انه ابني مثلا يقع تحت هذا الضغط، ايش الاشياء اللي ممكن اني انا اعملها عشان تخفف من هذه الضغوطات؟ الشيء الاول اني انا انتبه لمشاعره، وهذا واجد مهم، اني انا انتبه افهم مشاعر ابني، احاول اني انا اتعامل معها مباشره ما اني انا ااجلها. الشيء الثاني انه يعني نحاول ان نحمل طبعا نعمل روتين، وهذا الروتين ما اقصد فيه انه يكون مثلا من الصباح من 8 ل 9 كذا، من 10 ل، لا، اللي اقصد فيه انه يكون خلال اليوم عندي اشياء معينه اني انا لازم اخلصها. احاول ان انا اقضي وقت جماعي، يعني مثلا الالعاب الجماعيه اللي ممكن انها هي تحدث في البيت. يعني لازم نحط في بالنا انه كورونا فتره وبإذن الله راح تنتهي، إن شاء الله. فمهم أني أنا أحاول أن يكون قريب من ابني، وأنه لما نطلع من هذه المرحلة يكون المشاعر اللي هو يحمل فيها تكون مشاعر إيجابية، إن شاء الله. ما تكون عبارة عن مشاعر سلبية بإذن الله. يعني مهم أني أنا أنتبه لكل هذه التفاصيل، بإذن الله. مهم أني أنا أنتبه لهذه التفاصيل، مهم أني أنا أحاول أنتبه لأطفالي. يعني موضوع الشاشات الذكية أنهم ما يقضوا أوقات طويلة أمام الشاشات الذكية، أعطيهم مساحة أنهم هم صحيح مثلا يستفيدوا يتعلموا أشياء جديدة. واللي أريد أقوله أنه واجد مهم أن ندخل أولادنا في الأشياء التطوعية، العطاء بشكل عام، فكرة العطاء. إذا ابني كان في باله، والعطاء أنا ما أقصد فيه فقط الأشياء المادية، مثل ما أنا جالسة الحين أطالب الأب والأم أنهم يتفقدوا أطفالهم وينتبهوا لاحتياجاتهم، ممكن الطفل يعمل نفس الشيء لصديق، عشان يكونوا مبادرين إن شاء الله، وعندما تتجاوز هذه الجائحة يكونوا مستعدين نفسيا إن شاء الله للقيام بهكذا مبادرات، وأنهم يكونوا في صحة نفسية أفضل. شكرا لك الدكتورة منى بن سعيد شكيلي، استشارية طب نفسي أطفال ومراهقين بمستشفى المسرة، على كل هذه التفاصيل دكتورة. شكرا.